شو هي التخصصات اللي التوجه العام وتوجه العالم بالفترة الجاية اللي راح يكون خلينا أحكي من 2020 ل 2030 أو 2035 الطلب عليها عم بيزيد بقدر كثير 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 كبير والبطالة فيها عم بتقل وعم بيزيد فيها عمليات التوظيف بنسب متفاوتة من تخصص للثاني. مرحبا جميعا، الفيديو تبع اليوم هو فكرة احد المتابعين اللي انا كثير 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 بحبهم. المتابع تبعنا هو ممدوح مكرم، هو طالب توجيهي من الطلاب اللي انا اتوقع انه يعني راح يكون المستقبل مرتب منه متابع من هلا، وبيحكي لك انه هو محتار ايش هو التخصص الانسب للمستقبل، ايش التخصصات اللي هلا عليها كثير طلب في التوظيف والانكم تبعها يعتبر منيح. مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى ونومور، وخلينا نعرف اكثر على جي توكس. طبعا من هلا اي كانت تل انه الفيديو راح يكون طويل، فارجو من الكل انه يحضروا لاخره من الناس المهتمين، لانه الفيديو راح يكون يحتوي على معلومات كثير مهمه وصراحه اخذت وقت في التجميع وانه انت تاخذ ايش هي الدراسات اللي بهذا الخصوص، فارجو من الكل يحضروا للاخر، واللي بيعجب الفيديو بيستفيد منه يا ريت لو يعمل لايك، وكمان شاركوني في الكومنتس انتم ايش رايكم، شو هي التخصصات اللي انتم قراتوا عنها اللي هي راح تكون مطلوبه ان شاء الله في المستقبل، فاعمل لايك اعمل شير خلي الناس كلها تستفيد، واعمل لي كومنتس عشان انا اعرف انت شو رايك في الموضوع، واكيد ما تنسى تعمل سبسكرايب وانيبل للنوتيفيكيشن بيل. طبعا ممدوح زيه زي اي طالب توجيهي محتار ايش التخصص الانسب اللي انا ممكن اختاره، وانا كمان كنت زيهم، كنت طالب توجيهي وكان بحكم انه معدلي عالي، كان معدلي 96.6 في التوجيهي في الاردن، فكان من المفروض ان انا اختار احد التخصصات اللي المجتمع بيحكي لك انه ما انك انت طالب شاطر فانت لازم تروح على اكس واي اند زي، لازم تدرس طب، لازم تدرس هندسه، لازم تدرس طب اسنان من هاي التخصصات، وانه انت معدلك 96 وفوق فانت كيف ممكن تروح تدرس تخصص مثلا انجليزي ولا تخصص عربي، ولا تروح مثلا تدرس شيء بالانسانيه بالعلوم الانسانيه او الاجتماعيه، كيف انت ممكن تروح على الارتس، كيف تدرس موسيقى، كل هاي الافكار السلبيه اللي بيحطها المجتمع في افكارنا او في ادمغتنا وفي افكار اهلنا كمان، مش بس في افكارنا، لانه هذا الخيار ما بيعتمد عليك انت فقط كشخص في مجتمعنا، لكن برضه بيعتمد على انه اهلك كمان شو ممكن ينصحوك، شو ممكن يتدخلوا فيك في التخصص اللي انت ممكن تدرسه. لكن بهذا الفيديو انا بحكي لك انك انت طلع على التخصصات اللي انا راح احكي لك اياها ان شاء الله في الفيديو، وقرر القرار اللي انت بتشوفه مناسب، وحاول تقنع اي شخص ضد قرارك انه يس هذا هو القرار اللي انا شايفه الانسب اني انا اروح ادرس، سبيشالي اذا كانوا اللي حواليك مش مطلعين على سوق العمل او على تطورات سوق العمل في السنين اللي احنا عم نمشي فيها في الوقت الحالي. خليني ما اطول اكثر من هيك وخلينا نبلش ونومور. شو هي التخصصات اللي التوجه العام وتوجه العالم بالفترة الجاية اللي راح يكون خلينا أحكي من 2020 ل 2030 أو 2035 الطلب عليها عم بيزيد بقدر كثير 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 كبير والبطالة فيها عم بتقل وعم بيزيد فيها عمليات التوظيف بنسب متفاوتة من تخصص للثاني. علشان هيك أنا حبيت أني أنا أروح أطلع على قراءات كثير وأطلع على دراسات كثير سواء موجودة على الإنترنت أو في سورسز تانية عم تحكي عن إيش هي هاي التخصصات اللي أنت لازم تبلش تفكر فيها لحتى أنك أنت تأمن خليني أحكي وظيفتك المستقبلية وأنك أنت ما تضلك قاعد وما بتشتغل. والواضح من كل القراءات اللي أنا اطلعت عليها وكل المواقع وكل الدراسات اللي أنا توقعت عليها أنه التكنولوجيا والتخصصات اللي إلها دخل أو إلها علاقة في التكنولوجيا هي المتربعة على عرش هذا الهرم في الفترة الحالية في عصر التكنولوجيا اللي احنا حاليا عم بنعيش فيه. فخلينا نشوف شو هاي القراءات وشو هاي المواقع اللي انا اطلعت عليها وشو عم تحكي لنا عن التوب 10 كاريرز اللي عليها الديماندز عم بيعلى بالفترة الحالية، وخليني احكي up to the coming 10 years او 15 سنة جايين راح تكون عليها الطلب عالي. من هاي التخصصات والقراءات والى اخره اكيد اكيد راح اتطرق كمان شوي للذكاء الاصطناعي، راح اتطرق للطباعه ثلاثيه الابعاد، راح اتطرق للطاقه المتجدده والى اخره، واي شيء الي وروبوتكس عم بيكون عليه طلب عالي. وكمان بدي احكي لك انه احضر الفيديو للاخر ولا تضيع فيه ولا دقيقه، لانه كل المعلومات اللي راح احكيها فيه راح تهمك في اختيار التخصص اللي انت راح تعتبره التخصص المناسب لك واللي عليه الطلب اللي راح يخليك من الناس اللي ما راح تضل قاعده في البيت. وخليك لاخر الفيديو لانه راح يكون كمان في عندك كونكلوجن، هاي راح تحكي لك ايش هي هاي التخصصات كمان من وجهه نظري انا كجاسر.
هلا من المواقع اللي انا اطلعت عليها والاول اللي هو كل الناس راح تكون بتطلع عليه اللي هو موقع الفوربس. موقع الفوربس بيحكي لك انه في عندنا عدد معين من الوظائف. هاي عدد المعين من الوظائف according لليو اس بيرو اوف ليبرز ذا توب جوبز وذ ذا برايتست فيوتشر. ومن هاي الكاريرز اللي بيحكي لي الفوربس انه انت انتبه عليها دائما لما بدك تحكي عن العشر سنين اللي جايين. اول شيء بيحكي لي اللي ممكن الناس تستغرب عنه إيش في المجال الطبي واللي هو الريجسترد نيرسز. والتخصص الثاني اللي بيحكي لي عنه الفورس بيحكي لي الريتيل سيلز بيرسنز. وبيحكي لي كمان الهوم هيلث ايدز. وكمان بيحكي لي انك انت ما تشيل من بالك البيرسونال كير ايدز وكمان ما تشيل من بالك الهوم كليركس. وكمان بيحكي لي التخصص في الموقع رقم 6 الكومبايند فود بريبريشن اند وركرز انكلودنج الفاست فود. في الموقع السابع كمان على الفوربس او في المرتبه رقم 7 كمان اجى من التخصصات اللي انت ممكن تنتبه عليها كاستمر سيرفيس ريبريزنتيف. كاستمر سيرفيس ريبريزنتيف. في رقم 8 اجى الهيفي اند تراكتر الهيفي تراك drivers heavy truck drivers. في الموقع رقم 8 اجى laborers and freight stock and material movers. وفي المرتبه رقم 10 according للفوربس the jobs with the brightest future في المرتبه رقم 10 اجى عندي البوست سكندري تيتشرز. في المرتبه رقم 10 البوست سكندري تيتشرز. هذا بالنسبه للفوربس وبالنسبه لليو اس بيرو اوف ليبرز. هلا كمان راح ابعد شوي وحكي لي ايش هي ذا جوبس وذ ذا داركست فيوتشر. خلينا نشوف شو هاي الجوبس لانه برضه بتهمنا انه نعرف عنها. اول جوب اجى معي في الداركست فيوتشر الفارمرز اند او الفارمرز رانشز اند اذر agricultures او agriculture managers. في المرتبه الثانيه اجى البوست سيرفيسز ميل ستورز. بوست سيرفيسز ميل ستورز وديفينتلي كلنا متفقين انه هاي الخدمه كمان عم تب محل وعم تبعد عن سوق العمل المطلوب. في المرتبه الثالثه اكوردنج للفوربس اجى معي السوينج ماشينز اوبريتور. وفي المرتبه الرابعه كمان اكوردنج للفوربس اجى معي بوستل سيرفيس اند ميل كارير. وفي المرتبه الخامسه سويتش بورد اوبريتور. في المرتبه السادسه بوستل سيرفيس كليرز وبالكليركسري. وفي المرتبه السابعه فاست فود كوكرز. مع انه قبل شوي كان يحكي انه الفاست فود انكلودنج في البرايتست جوب في الفيوتشر بس برضه عم بحكي لي في الداركست هم الكوكرز تبع الفاست فود. في المرتبه الثامنه حكالي ميسلينيس اجريكلتشر وركرز. وفي المرتبه التاسعه اعطاني داتا انتري كيرز. وفي المرتبه العاشره والاخيره في الداركست فيوتشر اعطاني وورد بروسيسرز اند تايبس. هيك بكون حكيت التوب 10 والتوب 10 سوري في الفيوتشرز brightest and future darkest jobs. هلا عملت شفت شوي رحت على موقع تاني كان اسمه thebestschools.org وحكى لي في المرتبة الأولى photovoltaic installers. في المرتبة الثانية wind turbines technicians. في المرتبة الثالثة حكى لي الهوم هيلث ايدز. وفي المرتبة الرابعة حكى لي personal care aids أو assistant. في المرتبة الخامسة كان physician assistants. وفي المرتبة اللي بعدها حكى nurse practitioners. في المرتبة اللي بعدها أجا statisticians وهم لهم علاقة بالstatics والتجميع المعلومات and whatsoever. وكمان حكى لي الفيزيكال ثيرابيست اسيستنت هم من الناس اللي كمان كثير مطلوبين راح يكونوا ان شاء الله في الابكمينج خلينا احكي 10 ييرز. واكيد اكيد اكيد ما راح ينسى السوفت وير ديفلوبرز والابلكيشنز. هدول راح يكونوا يعني من الناس المتربعين كمان على عرش الهرم تبع الوظائف اللي مطلوبه في الابكمينج ايرا خلينا احكي او العقود اللي جايه ان شاء الله. وكمان ديفينتلي راح احكي لك ماثماتيشنز. راح كمان راح شوي ابعد على تخصص شوي ابعد اللي هو الجينيتكس كونسولر او الجينيتكس كونسولر واتيفر خلينا نحكي النطق تبع هذا البوزيشن او هذا الاسم. كمان اعطاني وظائف اكثر وراح اعمل جنب شوي اروح للتخصصات اللي انا من وجهه نظري يس ات از ريكوايرد واللي هي الانفورميشن سكيورتي اناليتكس سوري او اسيستنتس او الناس اللي لهم علاقه بالنتورك سكيورتي. حكى لي كمان جينيتكس كونسولر وحكى لي كمان operations research analysts. فهذول الوظائف اللي according للthebestschool.org. رحت definitely لكمان موقع ثالث cnbc.com واعطاني عدد من الوظائف اللي مطلوبة وعدد من الوظائف اللي مش مطلوبة اللي راح تكون في الفيوتشر او خلينا احكي في العشر سنين اللي جايين واللي كمان تربع على عرشها
اكيد الاد او الابلكيشنز ديفلوبرز هدول موجودين ومطلوبين بشراسه. واجا بعديها كمان كمبيوتر سيستمز اناليست، واجا بعديها كمان الريجسترد نيرسز، واجا بعديها كمان الفيزيكال ثيرابيست، كمان معانا الهيلث سيرفيسز مانجر، واكيد كمان ذكر لي الفيزيشن اسيستنت، ذكر لي الدنتست هايجينست، وذكر لي كمان الماركت ريسيرش اناليست اللي هو كمان مطلوب عندنا كان في مواقع تانية. وفي المرتبة التاسعة البيرسونال فاينانشال ادفايسر، وفي المرتبة الأخيرة أو في المرتبة العاشرة كان مذكور عندي الجوب اللي بتخصص سبيتش باثولوجيست اللي هو التخصص اللي كان في المرتبة العاشرة في الفيوتشر برايتست جوبس. أما في الداركست جوبس أو اللور ديماند على الجوبس أكوردنج للCNBC.org حكالي بالمرتبة الأولى تكستايل ماشين بروسيسرز أو ووركرز، وحكالي في المرتبة الثانية الفوتو بروسيسرز، وحكالي كمان فينيشرز، حكالي راديو أند تي في أناونسر، وحكالي كمان فلورال ديزاينر، وحكالي كمان جيمينج كاشير او كاشير، وحكالي كمان ليجيسليتر او ليجيليتر، وحكالي ميتال اند بلاستيك ماشين اوبريتر. سنس انه اكيد ال 3D برينتينج عم تدخل بقوه وبشراسه، والاشياء اللي خليني احكي مبرمجه اساسا للشغل هاد، فراح تحتل مكان هذه الوظيفه. وكمان من الوظائف اللي عم تضمحل دور تو دور سيلز بيرسون، وكمان برينت براندينج اند فينيشينج وركرز. هدول بالنسبة لموقع CNBC. ورحت على الموقع الأخير اللي باللغة الإنجليزية واللي كان اسمه thebalancecareers.com، حكالي كمان عن عدد من الوظائف اللي راح يكون عليها الديماند عم بعلى، واللي هو already الديماند عليها علي وصارت بنسبة معينة عم بتزيد عليها عمليات التوظيف أو طلبات التوظيف. وأول تنين حكيتهم أنا في ويب سايت قبل هيك photovoltaic installers technicians wind turbines technicians home health and personal care أو personal care aides، وكمان حكالي عن الفيزيشن او الفيزيشن اسيستنت، الفيزيكال ثيرابيست او الفيزيشن اسيستنت، واكيد بيلحق هدول التخصصين كمان النيرس براكتيشنرز. هدول الخمسه الاوائل. الخمسه التانيين اللي كمان وردوا على هذا الويب سايت، او هم مش خمسه فعليا، اللي التانيين اللي وردوا على هذا الويب سايت اكثر كمان من خمسه، راح نذكر كمان ثمان وظائف من الوظائف اللي خليني احكي برايتست فيوتشر. اجى معي ستاتستيشن اند ماثماتيشن، واجى معي اكيد كمان سوفت وير ديفلوبرز اند ابلكيشنز. وفي اشي كمان انذكر انا ما بعرف اعتبرته يمكن شوي غريب او irrelevant، اللي هو بيحكي لك البايسيكل ريبيررز، بس انا بالنسبة لي ابن عمي ودار عمي كلهم بيشتغلوا في البايسيكل اندستري خلينا احكي، فمذكور في الموقع انها من البرايتست فيوتشر كاريرز. ويمكن التوجه الفيزيكال موفمنت تبع الناس اللي عم تمشي والايربان ديزايننج اللي عم بيصير فيه كمان انكلوجر للبايسيكل او السايكلينج باثس، فممكن يكون هذا واحد من اهم الاسباب اللي بيخلي هاي الاندستري شوي عم تعلى في البرايتست فيوتشر جوب كاريرز. وبيجوا معي اخر اربعه، الاول ميديكال اسيستنت، والثاني انفورميشن سكيورتي اسيستنت او نتورك انفورميشن او نتورك انفورميشن سبيشالست خليني احكي، وجينيتك كونسولرز، وكمان اخر شيء راح يجي معي ريسيرش اناليست. فهدول الجوبس اللي كانت من البرايتست فيوتشر في المواقع الانجليش او الاجنبيه خليني احكي اللي انا رجعت لها لحتى اشوف عليها شو هي الموست ديماندنج اندستري. فخلينا هلا شوي نعمل شفت من انه احنا عرب، فراح اروح شوي على الاندستريز اللي عند البلدان العربيه اللي راح يكون عليها الديماند عم بيعلى بشكل اكبر في العشر سنين والخمستاشر سنة اللي جايين، واللي اكيد راح تستفيدوا منها ان شاء الله اذا انتم كنتم بدكم تقرروا واحدة من هدول الجوبس عشان تدخلوا في هذا التخصص. بس في معلومة هيك انا حاب احكي لك اياها قبل كمان ما اكمل، انه اكوردنج لموقع اسمه weforum.org بيحكي لك انه بحلول 2020 في عنا اراوند 5 مليون وظيفة راح يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي، فما بالك بحلول 2025 و2035 and whatsoever. خليني اكمل كمان احكي لك ايش في وظائف انت لازم تدير بالك وتطلع عليها لما بدك تدرسها. ريفيرنج لموقع عربي اسمه فرصة، في عنا توب 10 جوبس هم اللي راح يكونوا مطلوبين، واللي هم اساسا اي ثينك انه هم مش من التخصصات الدارجة. واحد من توب 10 اصلا من التخصصات اللي مطلوبة كتير راح تكون بيحكي لك العلاج الجيني، واللي هو بيندرج تحت تخصص الجينيتك انجينيرينج ومش من التخصصات الدارجة. فلو كان كمان مش موجود في بلدك من التخصصات اللي انا بحكيها، عادي خذ الريسك انك انت تطلع تدرس في مكان تاني، لانه at the end of the day ما راح يكون ريسك. وكمان قبل ما اكمل،
بليز دير بالك انت كحد عم بتابع وكحد عم ياخد قرار. كل التخصصات اللي عم نحكيها وكل التخصصات اللي ما عم نحكيها، اذا انت مش شخص مبدع وانت يعني بدي احكي لك مدمن على هذا التخصص وبتحبه وقاعد تشتغل عليه 24/7، فمش راح تكون من الناس اللي انا راح اطلبهم يشتغلوا معي في هذا المجال مثلا، او اي حدا ثاني يطلبهم يشتغلوا معاه في هذا المجال. كل الناس بتدور على الاشخاص اللي كثير ديديكيتد لاي تخصص بدهم يطلبوه اللي راح يستفيد منه اذا جابهم. خلينا نشوف ايش التخصصات اللي اكوردنج لموقع فرصه ومواقع تانية عربيه هي اللي راح تكون مطلوبه بالعشر سنين الجايين، خلينا نحكي من 2020 طالع. اول تخصص كان على هذا الموقع اللي هو الطاقه المتجدده والطاقه البديله اللي بسموها alternative and renewable energy، والتخصص اللي بعده دايركت كان الروبوتكس او الروبوتات، اي شيء له علاقه في الروبوتات فهو راح يكون مطلوب، وبعده مباشره كمان الذكاء الاصطناعي او artificial intelligence واللي بيختصروها ب AI. وكمان راحوا العرب ابعد بيحكي لك الواقع الافتراضي والواقع المعزز augmented reality والaugmented سوري الفيرتشوال رياليتي والاوجمنتد رياليتي. وكثير من المهندسين حاليا سبيشالي الناس اللي بتشتغل في مجال الهندسه المعماريه والانتيريور ديزاين عارفين قديش اهميه الفيرتشوال رياليتي والاوجمنتد رياليتي بالتوجهات اللي هلا العالم كله عم بروح عليها بهاي الاندستري. والتخصص اللي بعده يا صديقي بيحكي لك مجال علوم البيانات الضخمه واللي بسموه الداتا ساينس اند بيج داتا اناليتكس او اناليستس، هدول كمان راح يكونوا كتير مطلوبين. وكلنا بشكل عام عم نشوف بالواقع الحالي او بالوقت الحالي قديش في ناس عم تتوجه بهاي المجالات unconsciously من غير وعي اصلا. العالم كله صار technological و virtual، ف it is driving us towards هذه الاندستريز من غير ما احنا اصلا نكون والله انا ناوي اروح اتعامل مع هذا الموضوع. كل العالم حاليا عم بيشتغل على البيج داتا اناليسيس. سو عم نحكي هلا عن الواقع الافتراضي والواقع المعزز، او احنا انتقلنا من الواقع الافتراضي والواقع المعزز لعلوم البيانات الضخمه. At the end of the day كل التكنولوجي بتتمحور حوالين موضوع الداتا اناليسيس والبيج داتا اناليسيس، واللي من خلالها كل الشركات عم تقدر انها تزيد مبيعاتها بشكل انت ما ممكن تتخيله، اسبر انه هو عم بيجمع عنك كل الاحتمالات اللي انت عم بتكون بتحبها واللي انت عم تعملها لايك واللي انت عم ممكن تكبس عليها او انك انت تكبس عشان تشتري او انك تشتري او الاشياء اللي انت اشتريتها او الى اخره. وبعديها بالاناليسيس اللي عم بصير عنده بقاعة البيانات الموجودة عندهم عم بصير يطلع لك الاشياء اللي بتخليك تشتريها انت unconsciously، انت بتكون مش محتاجة بس انت you are interested في هذا خلينا نحكي البرودكت انت بتروح تشتريه. فهذا الفيلد صراحة فيلد كثير مطلوب وفيلد كثير مفيد لكل الشركات، فديفينتلي كل الشركات اللي تشتغل في هذا المجال ديفينتلي راح يكون في عندها بوزيشنز كثيره لناس تشتغل او ناس متخصصه في مجال البيج داتا اناليسس. التخصص اللي بعده اللي صرنا ليتلي كثير كمان نسمع عنه شيء بالعربي اسمه انترنت الاشياء او بالانجلش اسمه انترنت اوف Things. وهذا كمان مجال عم ينتشر بشكل كثير كبير، وانتقل بعديها الويب سايت حكى لي كمان في عندك تخصص التوجه حاليا عم بيزيد بصوره كثير كبيره واللي هو 3D printing. وشفنا في دبي المبنى اللي انطبع وشفنا في الصين المباني اللي انطبعت اند واتس ايفر، فهي بتدخل في مجال الطب وبتدخل في مجال الهندسه وبتدخل في المجالات الشخصيه وبتدخل في كثير مجالات ل 3D printing، فراح تكون كمان مطلوبه. والناس السبيشالست في هذا المجال او اوائل الناس السبيشالست في هذا المجال ديفينتلي راح يكون عليهم الطلب عالي، وديفينتلي في بدايه اي تخصص بيكون الرواتب او مستوى الرواتب اللي مخصصه للناس اللي تشتغل في هذا المجال تكون اعلى من الناس اللي في التخصصات الثانيه. واكيد ما دام عم نحكي عصر التكنولوجيا فديفينتلي احنا راح نروح على شيء اسمه امن الشبكات او نتورك سكيورتي او انفورميشن سكيورتي، فالناس السبيشالست في هذا المجال انا بحييكم كلكم انتم عم تختاروا تخصص صحيح. واخر تخصصين كانوا معنا على موقع فرصه اللي هم التعليم الالكتروني الاي ليرنينج وكمان الابتكار الاجتماعي اللي هو سوشيال انوفيشن. فهيك انا بكون حكيت التخصصات اللي على موقع فرصه، وراح اروح على موقع ثاني عربي وهذا الموقع اسمه هوت كورسز. والهوت كورسز بيحكي لي انه العشرة وظائف اللي انت عم بتدور عليهم بتربع على عرشها تخصص تحليل البيانات وكمان تصميم الاعمال والمنتجات وتكنولوجيا الكمبيوتر والهندسه، العلوم البيولوجيه والعلوم الطبيه الحيويه، الطب البيطري والعلاج الطبيعي، وكمان اكيد ما غفل هذا الويب سايت عن انه يحكي لي امن الشبكات نتورك سكيورتي او انفورميشن سكيورتي او انفورميشن سكيورتي سبيشالست، هذا اكيد راح يكون مطلوب. وكمان زي ما انت متوقع اكيد راح تحكي لي الذكاء الاصطناعي، راح يحكي لي الروبوتات والاشياء المتخصصه في الروبوتات،
الطاقة المتجددة والطاقة البديلة. وهيك بكون حكى لي شو هي التخصصات اللي بوجهة نظر هذا الويب سايت أزبير الدراسات اللي رجع لها إنه هي اللي راح تكون مطلوبة. بالنسبة عاد لموقع ساسا بوست راح يحكي لك إنه الوظائف العشرة اللي بتتربع على العرش راح تكون تطوير البرامج، أمن المعلومات، هندسة الروبوتات، الطباعة ثلاثية الأبعاد. وهذا الويب سايت راح تخصص ما ذكروا الويب سايت الثاني اللي هو صناعة المحتوى، اللي هو الإشي اللي أنت هلا عم بتشوفه، صناعة المحتوى، إدارة قواعد البيانات، التسويق الإلكتروني، التصميم الرقمي، المستشار الشخصي والمخطط المالي، وكمان أكيد ما أغفل لي الطاقة البديلة والطاقة المتجددة. نروح على آخر موقع رجعنا له، واللي عجبني في هذا الموقع إنه حطت لي نسب الطلبات على المهارات المعنية بالتخصصات اللي راح تكون مطلوبة في الكامينج ييرز، خلينا نحكي في السنين اللي جاية اللي راح تكون أزبير التالي. وهدول تحديدا راح أقرأهم قراءة لأنه ما بدي أخربط في النسب اللي موجودة لهاي التخصصات أو لهاي المهارات المطلوبة في هاي التخصصات. وحكى لي الموقع إنه أول شيء راح أرفق لك مقياس الطلب على المهارات للفرص الوظيفية اللي راح تكون إن شاء الله مطلوبة، وهاي المهارات راح تكون أول شيء القدرات المعرفية والإدراكية عم بيزيد الطلب عليها بنسبة 15%، أما مهارات الأنظمة بتزيد عليها الطلب بنسبة 17%، وحل المشكلات المعقدة بنسبة 36%. ونسبة 36% بزيادة الطلب على هاي الوظائف مش نسبة قليلة. ومهارات المحتوى والمهارات النظرية زادت بنسبة 10% الطلب عليها، أما المهارات العلمية 18%، مهارات الاجتماعية 19%، مهارات إدارة الموارد 13%، مهارات التقنية 12%، والمهارات البدنية 4% بس. هيك أنا بكون حكيت كل التخصصات من كل مواقع اللي أنا رجعت لهم والقراءات اللي أنا رجعت لهم. وهلأ بدي أروح للخلاصة وهي أهم شيء بهذا الفيديو اللي أنا راح أحكي لك إياه، أنه من غير ما حدا يرجع يحلل الفيديو الكتير واضح التخصصات اللي إلها علاقة بالفيزيكال ثيرابيست والتخصصات التكنولوجية وأنظمة المعلومات والداتا أناليسس وتجميعها، فهي أكثر تخصصات راح يكون عليها الطلب، وهذا اللي أنا بحكيه إن جنرال. والتخصصات اللي ما حدا قرب عليها إذا لاحظنا في الفيديو، لا التخصصات الهندسية اللي هي الكونستراكشن، خلينا أحكي هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة whatever، التخصصات الطبية كطبيب أو ككذا فهي نيوترال أو بالوضع الطبيعي اللي هي موجودة فيه حاليا ما عم بزيد عليها الطلب بشكل كبير، بالعكس البطالة فيها عم بتكون كتير عالية، فما بالك في السنين اللي راح تكون جاي. علشان هيك أنا عملت لك هيك ملخص حباب هيك برأيي الشخصي إيش هي التخصصات اللي أنت ممكن تكون بدك تدور عليها. وصراحة أنا واحد من الناس دائما توجه التكنولوجي في أي حدا أو لأي حدا أنا بدي أنصحه عن إيش أنت ممكن تروح في المجال معين أنك أنت تدرس فيه أو تشتغل فيه أو whatsoever، وأي إشي على السوشيال ميديا أنا بحكي له انطلق وبقوة. فراح تربع على عرش القرارات اللي أنا بحكي عليها، لو صناعة المحتوى وحاول أنه صناعة المحتوى تبعك تكون المحتوى الهادف أو الناس اللي ممكن تستفيد منه، مع أنه مش هيكون في عليه كتير رواج في الفترة الحالية، بس يمكن ليتر ان راح تلاقي الناس كلها متوجهة على هذا الاتجاه. والمحتوى الترفيهي اللي عن جد ترفيهي فممكن برضو نكون عليه الطلب كتير عالي. التسويق الإلكتروني ديفينيتلي راح يكون كتير مطلوب، وأي تخصص في مجال ممكن يكون إنك أنت تشتغل فيه فريلانسينج بشكل كتير كبير فهو تخصص مطلوب، زي تخصصات التصميم مثلا أو تخصصات الجرافيكس مثلا، هدول والأنيميشن راح يكون عليهم طلب، بس في مجال الفريلانس أنا برأيي راح يكون كتير أكبر. أما التخصصات اللي فعليا أنا بشوفها إنه راح كل العالم يتوجه على الطلب عليها، تربع على رأسها بالنسبة لي الانفورميشن سيكيورتي والنتورك سيكيورتي. الشغلة الثانية اللي هو في مجال الطاقة ديفينيتلي راح يكون الفوتوفولتيك تكنيشنز، وخلينا نحكي سبيشاليستس، والويند توربينز تكنيشنز وسبيشاليستس، هدول راح يكون عليهم طلب كتير كبير، لأنه كل توجه العالم عم بيروح على الطاقة البديلة لأنه ما ضلش عنا طاقة أصلا. اما التخصصات الثانيه اللي كمان راح احكي لك عنها اللي لازم انك انت تنتبه اذا كانت في مجال الانترست تبعك او الاشي اللي انت بتحبه وانت حابب انك تروح عليه، فراح احكي لك كمان اكيد انظمه المعلومات زي الكمبيوتر سيستمز، الديفلوبينج او الديفلوبر فيلد، خلينا احكي من ناحيه الابلكيشن، من ناحيه النتورك ديفلوبمنت، من ناحيه الكمبيوتر سيستمز ديفلوبرز، وديفينيتلي مجالات الداتا والداتا اناليتكس او الداتا اناليتكس او البيج داتا ساينس، فاكيد راح تكون كتير 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 مطلوبه.
ريسيرش اناليست، واكيد 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 الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج والروبوتكس انجينيرنج او الروبوتكس سبيشالست. هدول ديفينتلي ديفينتلي العصر الجاي هو عصر هاي الوظائف، لانه الروبوتس راح تحتل مكان وظائف في عدد كثير كبير هائل. واللي انا شايفه، انا مهندس معماري، اللي انا شايفه في المستقبل يمكن القريب راح يتم استبدال العمل المعماري بروبوتكس بكثير من الاشياء اللي مش متطلبه وجود مهندس معماري عم بيعملها. وهذا المجال عم بيكون يعني صراحه الاستبدال فيه يعني عادي بسيط. انا من وجهه نظري، انا مهندس معماري عم بحكي، المهندس المعماري راح يتم استبداله بالارتفيشال انتليجنس سولوشنز وبالروبوتكس سولوشنز. ومنها كمان كثير تخصصات راح تتبدل زي البيلدر، زي الوركر، زي الفينشينج سبيشالست اند واتس ايفر. انا رايي هدول كلهم بالمستقبل راح يتم استبدالهم بالاشياء الروبوتكس. فهاي مجالات اكيد راح يتم خليني احكي راح تربع على عرش التخصصات المطلوبة. عم بعيد الكلمة كثير لأنها صراحة كثير مهمة. في مجال الجينات أكيد 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 الجينيتك سبيشاليست أو الجينيتك كونسولرز فأكيد راح يكونوا مطلوبين، لأنه عم بتوجه العالم، والبيولوجي أند واتس إيفر راح توجه العالم عليها بشكل كثير كبير. هلا في المجال الطبي والعلاج الوظيفي، الريجستر نيرسز والفيزيكال ثيرابيستس والخليني أحكي الهوم هيلث ايدز سبيشاليست أو أسيستنتس، هدول راح يكون عليهم كمان طلب كثير عالي. لهون أنا بوصل لنهاية الفيديو، وإن شاء الله إنه هذا الفيديو يكون مفيد وإنه يفيد كثير ناس باختيار التخصصات اللي راح تتوجه لإلها. فيا ريت إذا شايف إنه هذا الفيديو مفيد لإلك ولناس غيرك، فإذا إلك مفيد اعمل لي لايك بليز، وحكي لي في الكومنتس شو رأيك، شو التخصصات اللي أنت راح تروح عليها، واعمل شير للناس اللي راح يستفيدوا عن هذا الفيديو. ومش غلط تعمل سبسكرايب ونيبل للنوتيفيكيشن بيل علشان توصلك كل نوتيفيكيشنز في سلسلة نومور اللي بتنزل كل يوم ثلاثة على الساعة 9:30 GMT+3. بشوفكم.